معايا الحاج عادل عبد القوي، برحب بحضرتك مندوب لجنه بمحافظه المنوفيه. اهلا بيك حاج عادل. تحت امرك يا فندم. انا في لجنه 29 ولجنه 28 بقريه سراء ومركز الشمول محافظه المنوفيه. الاقبال جيد الحمد لله، بس نظرا لحراره الجو درجه حراره معديه 40، فالناس يعني برضه ايه قل الحضور شويه عن الصباح. حاليا دلوقتي من حوالي 7000 صوت في قرية سراوة، حضرنا ما يقرب من 4000 صوت. ايوه. والإقبال جيد، والفلاحين والناس كلها يعني عاوزة ديمقراطية، وعاوزة عهد جديد، وعاوزين البلد تستقر والأمور تستقر. هل من المنتظر ان في الساعات القليله القادمه والمتبقيه من عمر الانتخابات الرئاسيه في هذه المرحله ان يزداد عدد الناخبين وان يبقى في تواجد اكثر امام اللجان الانتخابيه؟ بالطبع ان شاء الله. اول ما الجو يعني بالكثير اول نص ساعه ساعه الزمن هتلاقي الجو بقى يعني كويس الحمد لله، هتلاقي الناس تتفاوت كتير، يعني تفاوت كتير عن اللجان، والناس يعني زي الان حضر ما يطلب من 3000 صوت. هيبقى ان شاء الله النهارده زي يوم باذن الله، وهيبقى عدينا نسبه مش اقل من 80% او 85% ان شاء الله. احنا دايما متابعتنا داخل المحافظات بنحب نوجه رساله لاهالينا في هذه المحافظات، وبصفتك موجود معايا على هاتفين دلوقتي عايزك تبلغهم ان الانتخابات دي تمثل انتخابات لتحديد مصير ومستقبل مصر وصوره مصر والمصريين امام العالم كله. يا ريت يبقى في مشاركه قويه من اهالينا داخل محافظه المنوفيه، ونتابع في الساعات القليله القادمه ماذا سوف يتم. بشكر حضرتك يا فندم.